تعالوا بقى نروح لسيدات الاسكواش المصريات اللي في سيطرة منهم بشكل شبه كامل على التصنيفات اللي دايما بتتعمل بشكل دوري لترتيب اللاعبات الأهم على مستوى العالم. أعلنت رابطة محترفي الاسكواش طبعا التصنيف الجديد لسيدات الاسكواش اللي شهد طبعا تصدر نور الشربيني للتصنيف مرة أخرى بعد غياب من أول مارس 2022. احتلت نوران جوهر المركز الثاني لأول مرة بعد تصدرها للتصنيف لمدة 57 أسبوع متتالي، بينما استقرت هانيا الحمامي في المركز الثالث. كمان حافظت نور الطيب على تواجدها ضمن أفضل 10 لاعبات حيث أنها تحتل المركز السادس، بينما تراجعت روان العربي للمركز الحداشر لتخرج خارج قائمة أفضل 10 لاعبات لأول مرة هذا العام. اسم تاني كبير جدا نتكلم عن التنس بقى، نجمة التنس المصري والعالمي ميار شريفي عندها تقريبا 27 سنة، تقدمت من أو للمركز ال 43 في التصنيف الدولي للعبات التنس بنتكلم المحترفات، ده للمرة الأولى في مشوارها. هي نجحت إن هي تعمل إيه بقى؟ قفزت 16 مركز، إحنا بنتكلم دفعة واحدة من 59 ل 43 عالميا بعد النتائج المميزة جدا جدا ليها في بطولة مدريد ماسترز الأخيرة، وبلغة بنتكلم للمرة الأولى دور الثمانية، فحاجة محترمة جدا طبعا. ألف مبروك لينا، مش هقول ألف مبروك ليها، ألف مبروك لينا. سبق كمان إن هي وصلت للمركز ال 44 قبل كده عالميا في كان العام الماضي، وقبل كمان للأسف لما تتعرض للإصابة في بطولة رولان جاروس، يعني كانت غابت وقتها من الملاعب عشان ترجع بعد كده للترتيب 66 وبعد كده حاجة و70 74 بعد كده لغاية المركز الحالي اللي هو 49، فأعتقد 43 عفوا، فأعتقد دي حاجة برضو انجاز كبير. طبعا طبعا ما فيش شك، ومن اللاعبات اللي يعني ابتدينا نسمع اسم مصر في المحافل التنس العالميه من خلالها بالظبط، فاكيد بنتمنى لها كل التوفيق.